أطلقت التحدي منذ 3 سنوات أو تزيد. التحدي ده عبارة عن: من أنتم يا شيعة؟ من أنتم؟ أنتم شيعة من؟ من أنتم؟ من أنتم؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم، الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ نستمع إلى هذا الدجال. فهذا الخبر الذي جاء في كتاب علل الشراع عندنا، أن أمير المؤمنين قال أن تلك البطيخة كانت مرة لأنها رفضت ذلك الميثاق، رفضت الولاية. هكذا الشيعة يكفرون الدنيا كلها، حتى الحيوانات كفروها، والنباتات والجمادات، ونهر الفرات كافر عند الشيعة، والبطيخ وغيره. والإمام يقول ذلك في وصيته، يقول: أنا أقولها بجرأة أمام الله وأمام التاريخ، أن الشعب الإيراني في هذا الزمن أفضل من شعب الحجاز في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني خمارين حشاشين أفضل من صحابة رسول الله. وعندنا بعض الأطعمة اللي يقول للإمام صادق، يقول: سيدي أنا شوية عيني ما تدمع في مجلس الحسين، فيصيه بالعدس، وإن كان العدس ترى المقصود به الحمص. والله مسرحية فعلا شيخ علي. دخول الإمام علي على فرعون وإخافته له. الإمام علي عليه السلام كان يأتي مع الأنبياء سرا. الله 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 الله. يا أخي اتق الله في شيعتك. وأن الأنبياء كلهم بايعوا عليا بالإمامة. يا دي الخرافات ويا دي البلاوي السوداء اللي احنا عايشين فيها في هذا الدين العجيب. الإمام خو طبعا ياكل ويشرب، مو الإمام هوى. وبين الناس الفرق انه يقدر يتنقل ما بين المشرق والمغرب الثانية. أبو بصير زرارة، إي نعم، هم سبب رزقهم، والله يدفع عن أهل الأرض بوجودهم، مبارك، والله ينزل المطر بوجودهم ويرفع كورونا بوجودهم. جننونا. جننونا والله. حسين في اليوم السابع من ولادته ملائكة السماء أخذته إلى السماء. ملائكة السماء تبركت بمهدي أبي عبد الله وأرجعوه. إنكم تخرفون. نبينا لم يشيع من أحد أيها الأحبة. هذا متخلف عقليا، يغلق عنه الخط. ده متخلف عقليا. الحيوانات أمم، الخيل أمم، أمم أمثالكم، يبعث فيهم أنبياء بحسب مستواهم. يا شيخ علي لو سمحت لا تستخف بعقول المشاهدين من الشيعة. بوقت محمد كان أكو ناس عمره 1000 سنة. سليمان محمد عمره 850 سنة. كلام يعني مش منطقي. بعدك ما مكمل كلمة حسين لفظت الحق، غفر الله لك الذنوب جميعا. كلام كله تهريج في تهريج، ويعني ملخبط، لا أحد يصدقه أصلا إذا كان عنده مسحة من عقل أو دين. أهل القسطنطينية يشوفون جيش الإمام المهدي بكله يمشي على الماء كما يمشي الناس على اليابسة، فيتعجبون يقولون عجيبة. بيوت التي فيها خل وزيت، زيت الزيتون، زيت وملح، لا يدخلها الشيطان ولا يدخلها الفقر. يعني ده غباء ولا تغابي، تخلف ولا جهل؟ الميت عندما ينزلوا له بالقبر المستحب انه تحرك بعنف. ليش؟ هذا من اجل انه لا ينسى، ومن اجل انه عندما ياتيه الملكين ما يخاف. الله 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 الله. أقسم لك بالله وأمام المشاهدين، بدأ القوم في مرحلة الهذيان، بدأوا يهذون. أنت كنت عنا وتنصرف. ما لنا والنساء اتعشقان. افتح الباب ولا تجادلي يا بنت محمد. عمر كاسر ضلع كسرى، قالوا أنه كسر ضلع الزهراء حتى يشحن الشيعة ويحدثوا مظلومية مكذوبة، حتى يظل العالم الشيعي متوهج لتدمير الإسلام ويعني قتل المسلمين منذ 1400 عام. إيتاء المرأة من الدبر
حلال مكروه كراهة شديدة ويحرم إن رفضته الزوجة. أي فقه هذا؟ طب خرج من أي شيطان هذا الفقه؟ أي شيطان سطر هذا الفقه؟ كل من نطق بالشهادتين نعتبره مسلم ويسجل في الإسلام. الشيء تقول له أنا بالنسبة لك إيه، مسلم ولا كافر؟ ولك لا أنت مسلم، بس هو أظن أنك مسلم منافق، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. ورد في بعض الروايات أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. الله الله الله. هذا المعنى أيضا مروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام. شيء يعني لا يستحق أو لا يصدقه عقل ولا يصدقه يعني إنسان عاقل فضلا عن بني البشر عموما. جريمة قتل إمام المحسن إمام. يعني لماذا تكذبون على أنفسكم؟ لماذا تضللون شيعتكم؟ عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: القائم يهدم المسجد الحرام. Oh my God. الأمة كلها اكتشفت. اتقوا الله بقى. إن الإمام المهدي إذا ظهر يهدم الكعبة. ابن كعبة في قم، وكعبة في مشهد، وكعبة في النجف. وليتكم لا تأتوا إلينا، يعني اكفونا شركم ودينكم. النبي قال: القرآن وأهل بيتي لن يفترقا. ما دام في قرآن يعني في إمام من أهل بيتي. يا أخي طب ثبت العرش ثم انقش. طيب هذه المدة أين الإمام؟ هو الإمام مثل الخضر، الخضر غائب وهذا الإمام موجود ولكنه غائب أيضا. أنت الآن قلت أنه موجود وغائب، إزاي موجود وغائب؟ تفضل. إله مثلا يعني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وآله: يا علي مثلك مثل قل هو الله أحد. إذن أنت تساوي بين علي والله. إذن حتى الملائكة بلا محمد وآل محمد عليهم السلام لا تعرف الله ولا تسبحه ولا تقدسه. Oh my God. يا أخي استحوا على أنفسكم يا شيعة، استحوا. في مشرعة البحار المجلد الأول صفحة 451 هذه عبارته، يقول شيخ آصف محسن، يقول: مسألة العصمة لم تكن مطروحة في عصر الأئمة. الله، أنت هدمت دينك. أمير المؤمنين على عظمته تقرأ دعاء الكمين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك. أمير المؤمنين يطلب من الله يغفر له. يبقى هو معصوم ولا مش معصوم يا شيعة؟ مدفوعه بقى. حتى علي بن أبي طالب يقول: إن لي شيطان يعتريني. شيطان يعني شنو؟ نفس أمارة بالسوء. أها. ولكن روثته. إذا سلم لي على العصمة واقبرها وصلي عليها وكبر عليها 4 لوفاتك. وأنا أغسلها وكفنها. إيه خلاص. مالكش دعوة. نعم. ليس كل بالضرورة كل من لم يتفق معنا في مسألة الإمامة فهو في النار جزما، فهو خالد في النار. لا أبدا مولانا، لم يقم أي دليل على ذلك. ما شاء الله عليه. الرواية عن الصادق عن أبيه عن جده قال رسول الله: الأئمة بعدي 12، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر. يعني نحن كفار ولا مسلمين؟ ده انت الظاهر انك انت ضارب كسين ولا حجر ليه؟ انت محشش؟ قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: وكفى الله المؤمنين القتال بعلي. الله 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 الله. الآية القرآنية دي من عند القرآن اللي في المهدي في السرداب، اللي مع المهدي في السرداب. لا يعرف الدين إلا من خلال الحسين، لا ينال ما عند الله إلا من خلال الحسين. الحسين بالنسبة لهم أهم من النبي. رسول الله يقول: لولا الحسين لما كانت الدعوة. الله 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 الله. لولا الحسين لما كان محمد بن عبد الله. إذن أنت تقول لسان حالك يقول، ده إلزام عليك، أن الـ12 أعظم من محمد. ليلة بدر مددا أنزلوا 3000 ملك، كل هاي الملائكة سلمت على أمير المؤمنين
صلوات الله وسلامه عليه قبل أن تسلم على النبي الأكرم. الله 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 الله، عندهم علي أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أشد الطاعنين فيه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وعليا نورا قبل أن يخلق الله الخلق 14,000 عام. اللي يعرفك أنت، أنت استمرار للنبوة وأنت أبو الأوصياء. هذا أكبر دليل على أن النبوة لم تختم. هم يعتقدون أن النبوة لم تختم. الجبار جل وعلا آتى المصطفى صلى الله عليه وآله فاطمة لأن ظهوره في هذا العالم لا يكون إلا بفاطمة، وإذا لم تظهر فاطمة لم يظهر علي ولا رسول الله ولا أمير المؤمنين. حد يقدر يحل الفزورة دي؟ فزورة نطرحها عليكم ونعمل لكم جائزة: الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة؟ الهلاك سوف يصيب مغتصبي الخلافة من أبي بكر وعمر، فلا يجوز للإمام علي عليه السلام أن يبايعهما. لا يجوز للإمام علي عليه السلام أن يبايعهما. لماذا تضعون أنفسكم مكان أئمتكم؟ ونرجع للسؤال بتاع السنة اللي فاتت، هل أنتم شيعة الأئمة أم الأئمة من شيعتكم؟ أنتم تتبعوهم وهم لا يتبعوهم، لماذا تبررون أفعالهم؟ الشمر مسلم لو مو مسلم؟ الشمر حسب الظاهر مسلم ويقرأ القرآن، ها؟ تربى على صدر الإمام الحسين وقتله. الإمام الحسين خدعتموه ودعوتموه ثم قتلتموه. هل نحن رافضة؟ علينا أن نعرف لمن رافضة. نحن رافضين لأهل البيت، قلوبنا معكم، سيوفنا عليكم وقلوبنا معكم. يعني كلمة حق قال هذا الدجال. أقول لكم خلوا اسمعوني، الإمامة أصل من أصول الدين مو أصل من أصول المذهب. أهل الموسيقى جابوا لنا أصل من أصول المذهب، أصل من أصول الدين. يعني إزاي؟ لا إشكال أن الإمامة ليست من ضروريات الدين، وهذا تقريبا المشهور بين المحققين. عجيب أمركم يا شيعة، ما هذا التناقض؟ وسيد أهل البيت عليهم السلام هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الله 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 الله. وسيد أهل البيت عليهم السلام هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فخلص، لماذا تتمسحون بمحمد صلى الله عليه وسلم وتقولون اللهم صل على محمد وآل محمد؟ قولوا اللهم صل على علي وآل علي وتنتهي القضية. اللهم صل على المظلومة العظيمة فاطمة الزهراء سيدة أبيها. Oh no. وبعلها وبنيها، سيدة الخلق. إذا سيدة محمد الخلق بيشكلوا. ويجب أن تتأدب مع سيد أهل البيت صلى الله عليه وسلم الذي نصب بيت علي وسموا من أهل البيت إضافة لهذا البيت الطاهر بيت محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان لهم من ذكر ولا نسب إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط. الإمام زين العابدين طالع إلى الحج، رأى فارس وطلع هذا الفارس شنو مولانا؟ سارق قاطع طريق حرامي. وصل للإمام قال له ماذا الإمام؟ قال له ماذا تريد؟ قال له أريد قتلك وأخذ مالك. الإمام التفت إليه قال له يا أسد الله عليك بعدو الله، فوثب الأسد عليه، هذا أسد سبع بعد، فافترس الرجل وقتله. يقول قصص ألف ليلة وليلة. ذهب أغلب الفقهاء إلى جواز الاستمتاع بالزوجة الصغيرة إلا الدخول، وأما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة. يا أخي يا أخي استحوا على 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 أنفسكم يا شيعة، استحوا. هذا القرآن أنه كتاب الله عز وجل لا زيادة فيه، وأنه كلام الله 100% هنا. فيه تحريف، فيه تحريف بيني وبين الله، فيه تحريف وفيه نقص كبير. قلنا على السنة أنكروها كاملة، على القرآن حرفوه وقالوا بتحريفه على اعتبار أنهم لم يقولوا أو لم يستطيعوا أن يثبتوا إمامتهم من القرآن فقالوا بتحريفه، ثم بعد ذلك يقولون إننا نثبت الإمامة من القرآن الكريم. فإذا نحن الشيعة اعتقدنا إن عثمان كان رجلا خائنا وإن الذين كانوا معه كلهم خونة، هؤلاء الناس إذا أسقطوا بعض الآيات بسبب الجهل، وبعضها أسقطوها بسبب مصالحهم السياسية
لأن فيها مثالبهم وكفرهم وتسميتهم بالفسق وفسق مشايخ قريش وكفرهم، فإن حذفوا وأسقطوا ذلك من كلام الله تبارك وتعالى فما هو الغرابة في ذلك؟ يعني ليه ما شالوش مثلا ما سموها بآية التطهير؟ عائشة اعتقادنا فيها أخلاقيا ما نقبلها، يتكلم على عرض رسول الله صلى الله عليه وآله، أبدا ما نرضى أن يمس أحد بأي امرأة ومن نساء النبي صلى الله عليه وآله أبدا. ثم بعد ذلك تجرأ على عرض النبي. هل هناك مانع عقلي أو شرعي من وقوع أزواج النبي بالفاحشة أبو خالد من الجزائر؟ ممكن سرا، هذا ممكن أنه يصدر منه. أنت غائب العقل، موهن العقل، موله العقل، عقلك ذاهب، لأن كل ما تقوله تنسفه بعد دقيقة. يصر البكري على استخدام هذا الاصطلاح أم المؤمنين عائشة مثلا. نحن لا نستحل هذا الاصطلاح بالنسبة لعائشة. ستنا عائشة أم المؤمنين، أم المؤمنين، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب على مستوى العالم كله. أما هذا ليس بمؤمن، لأن أحد الناس ذهب إلى أم المؤمنين عائشة قال لها إن حازم الوزير يسبك ويقول لك أنك لست أمي، قالت نعم صدق. فاستغرب الصحابي، إزاي يعني الوزير صدق يعني؟ قالت له عشان اللي بيسبني يبقى مش أنا مش مؤمن، لأن الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم سمي فطرس بعتيق الحسين أو مولى الحسين. ملخص قصة هذا الملك أن الله أمره بأمر فتأخر، لا 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 لا، فقص الله أجنحته. الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بخلاف الآية قال الشيعة إن هناك ملائكة عرض الله عليهم الولاية فلم يقبلوها. يعني كيف والله قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ لا حيلة للملائكة ولا تعرض عليهم لا ولاية ولا كفر ولا طاعة، هؤلاء يسبحون الله ليلا ونهارا ولا يفعلون شيئا خلاف إرادة وأمر الله تعالى. كنت أقول لواحد وهابي أنتم لما تقولون بصلاتكم اللهم صل على محمد وآل محمد، قال إيه؟ قلت له منو آل محمد؟ الدين لو قسمناه صحابة وآل البيت، واخد بالك، يبقى هذا ينافي رسالة الإسلام العالمية. آل بيت النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، هكذا قال الإمام النشواري بن سعيد الحميري. حينما مات كسرى وهو أعدل خلق الله يقينا كان نبيا أرسل لبني فارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد، لن تقوم لهم دولة ولا قائمة، تقوم لهم دولة تختفي كأنها أثر على العين. إن الاختلاف بيننا وبين الآخرين، هم يقولون أن كل صحابي عادل فيأخذون منه، ولكن نحن نقول لا، نحن أهل الرسول الأعظم قال أولا خذوا عمن دينكم، عمن خذوه؟ خذوه عن علي وأهل بيته. نحن نأخذ عن صاحب البيت أفضل من أن نأخذ عن أهله. يعني لما أخذ أنا عن الكبير ذو الخبرة الذي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم والذي متصل بالسماء أفضل من أن أخذ ناس لا اتصال لهم بالسماء ولا هم أقل منه درجة لا شك. أنا تارك فيكم القرآن وعترتي، يعني خذوا القرآن من عترتي، خذوا سنتي الصحيحة من عترتي، ما تأخذوها من أبو هريرة وأبو بريرة. أبو هريرة أشرف من زرارتك التي روى عن جعفر الصادق ولم يراه ولا مرة واحدة، يعني في رواية يقول لك مرة واحدة، في رواية يقول لك ولم يرانا أبدا، 70,000 حديث. أما أبو هريرة كان متفرغا لهذا، كان حافظ، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، ودعوة النبي مستجابة، مش السكير الأفاق زرار الذي لعنه جعفر الصادق 5 مرات في كتبكم، في أصح كتب حديثكم. الإمام يصرح ما يأتيكم من بر من فاجر، في رواية ما يأتيكم من قدري أو مرجئي أو خارجي أو عامي فعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله فخذوا به، وما خالفه فاضربوا به أو اطرحوه أرضا. هدموا القرآن من أجل المعصوم، من أجل المعصوم. هدموا السنة كلها ولغوها وطعنوا في الصحابة وكذبين وغير عادلين من أجل المعصوم. ثم في الآخر لما قلنا لهم نروح لدينكو وجدنا كفار ويهود وأمريكان وروس خمارين بيروا عنه.
فالغير إذا راحوا عند آخرين غير أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لقد ضيعوا حظهم، ضيعوا آخرتهم. طيب إذا كنتم تأخذون كشيعة من أهل البيت، نحن نأخذ من صاحب البيت، شكرا شيخ، من النبي مباشرة، بس خلاص. فالمغيرات صبحا، هذه هي غارة أمير المؤمنين عليه السلام في غزوة تبوك ونصره المؤزر على أعداء أهل البيت. إن علي أصلا ما كانش في هذه الغزوة، غزوة تبوك، خلفه النبي عن المدينة حينما حزن الإمام علي وقال لا تخلفني على النساء والأطفال رسول الله، قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إنكم تخرفون. سبب تسمية قوم بقوم في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج رأى الشيطان جالسا، نعم، في هذه المنطقة اللي تسمى بقوم. قلت قم يا ملعون، النبي أشار إلى إبليس، إلى إبليس وقال قم يا ملعون، فسميت هذه المنطقة بقوم. وقم بالمناسبة سميت بهذا الاسم قم لأنها كانت مكان لقمامة الجيش الإسلامي الذي يعني كسر أنف يعني أو خشم كسرى كما يقول القابنجي، وبالتالي كل شيعة العالم يريدون أن يعيدوا هذا العرش مرة أخرى، ولكن الرسول سيد أهل البيت صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. عن بعض أصحابنا قلت لأبي عبد الله لم كف علي عن القوم؟ قال مخافة أن يرجعوا كفارا. روايات الارتداد ماذا تقول؟ ها؟ ارتدوا كفارا، مو مخافة من ماذا يخاف؟ رجعوا كلهم صاروا، ارتد الناس إلا ماذا؟ إلا ثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة. مرة يقول لك الإمام علي بايع عشان الأمة ما ترتدش، وهم بيقولوا إن الصحابة جميعا ارتدين مرتدين، طب هو بايع عشان ما يرتدوش وبعد كده ارتدوا، يبقى ما هي الفائدة أصلا من بيعته؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. بعد هذه الآية الصحابة زنادقة ملاحدة كفرة، انقلبتم على أعقابكم، يعني رجعت إلى سيرتكم الأولى، وسيرتهم الأولى عباد صنم ووثن. يا أيها المشاهدون الكرام، هو بيرد عليك بقى الشيعي يقول لك إيه، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على، بياخدوا دي على أساس الصحابة ارتدوا. أنتوا فاهمين القصة؟ هذه الآية نزلت في 3 هجرية، وآية لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار نزلت 9 هجرية، ساعة العسرة، ساعة غزوة تبوك، واللي ربنا قال لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين، تاب خلاص انتهت القصة. وهذا الصاحب الذي صاحب رسول الله وكان معه في الغار، هل هو مؤمن من الأصحاب المؤمنين أم منافق من الأصحاب المنافقين؟ لماذا عجبا لماذا أبو بكر حرم من السكينة؟ لأن السكينة لا تنزل على منافق. طيب من هو الإمام أبو بكر الصديق الذي قال المولى عز وجل في القرآن ميزة لأبو بكر لا تتوفر لا لعلي ولا لغيره، لا لعلي ولا لبكر ولا أبو عثمان ولا غيره، قال إن الله معنا، فهل الله يكون مع منافق؟ يعني كيف تحكمون؟ أما دعوة أن النبي أمر الخليفة الأول بالصلاة مكانه، هذه دعوة لا أساس لها من الصحة، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر الخليفة الأول بأن يصلي أو مكانه، هذا الكلام ليس صحيحا. عن الإمام المعصوم الأول علي بن أبي طالب قال ونرى أن أبا بكر أحق الناس بالخلافة فهو صاحب الغار وثاني اثنين، وقد أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة وهو حي. فهذا رأي الإمام علي في غاية المرام للبحراني جزء 5 صفحة 340، تمام. فبالتالي أنتم تخالفون المعصوم معصومكم وتخالفون النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما أردنا أن نذكرك به. ارجع إلى هذا المجلد وقول لعلي أنت غلطان يا علي، الرسول لم يأمر أبو بكر بالصلاة يا علي، وبعدين برجع لنا تاني.
الدين كان ناقص. الله الله الله. الدين بدون علي ناقص. الدين ناقص وأن النبي اتهم بعدم البلاغ للدين كله. نعم. يعني هذه فرية عظيمة، يعني الدين كله الشيعي ده مصيبة سودة على الإسلام يعني. الخلفاء الراشدين المهديين من المحال أن يكون المراد منه ماذا؟ أبو بكر وعمر وعثمان. لماذا؟ لأنه وقع الاختلاف بينهم. طيب يعني أنت في الآخر أنا ما فهمتش منك أنت عايز إياه. هو ليس من الحكمة أصلا نفي الاختلاف. من قال أنه أساسا نفي الاختلاف فيه المصلحة؟ لا، المصلحة قائمة أين؟ في الاختلاف. فهو يقول لك الشيء نقيده، الشيء نقيده، كيف يعني يعني يقول الشيء نقيده؟ ما أعرف. الآن واحد يقول أنتم الشيعة ليس عندكم سند للقرآن. عمي أنت قرآنكم اللي طابعين الشيعي. لا 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 لا، يعني إزاي علمائنا الأعلام والشيعة يفتخرون أن القرآن ينتهي سنده إلى علي، وبهذا ادعائهم ينصرون أبي بكر وعمر؟ أخوتي تنصرون أبا بكر وعمر أنتم. علمائنا الأعلام مفتخرين أن القرآن العثماني نسبه إلى علي. مش تعطي بعد يقولون احنا شيعة الملحتي. عجيب أمركم يا شيعة، ما هذا التناقض؟ علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترق حتى يرد علي الحوض. أنت قلت حتى يرد علي الحوض، بأن 18 حلقة على هذه الطاولة لنبحث عن العترة لم نجدها. أين العترة يا رجل؟ أين العترة يا رجل؟ أنت تقول حتى يرد علي الحوض، القرآن والعترة، القرآن هو 18 حلقة لم نجد في دينكم ولا آية متشابهة تقول بهذا. طب العترة خلاص، احنا يا عمي مش عايزين القرآن، احنا قرآنيين، طلع لنا العترة. اين امامك؟ اين مهديك؟ اين معصوميك؟ بميزان عقائدي اخذوا الخلافة من علي. الزهراء غاضبة. استنى بس، انتوا بتقولوا الامامة ليست اختيار الناس، هي اختيار الله. الامامة بالنص على الامام من الله، الامامة هي جعل من الله. انا مش هناقشك في جعل الله وكيف الله لا ينفذ جعله، لأن الله لو جعل عليا إماما وأحد عشر من أبنائي والله لأنفذ الله جعله رغم أنا في الشيعة والسنة. هاي إمامة، هاي بصمة الله في عبد، وما دام على قيد الحياة هو الإمام. الإمام حتى لو راد ينطيها مو من حقه. الله الله الله، لأن الإمامة ما تكون لكل من هب ودب. الإمام علي بن موسى الرضا ترك الأمر برمتي ورفض، ثم اضطر إلى أن يكون وليا للعهد. يعني المأمون قال له خليك خليفة، خليك إمام، قال له لا خليني، ما ماليش أنا في الإمام ولا الخلافة. يعني الإمام نفسه مش عارف النص اللي أنت بتتكلم عليه، مش عارف الآية اللي أنت بتعمل تبرر له فيها. اتقوا الله في الناس، اتقوا الله في شيعتكم. النبي قال إني راحل عنكم متاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. أي عترة نتبع؟ عترة زيد أخو الباقر، ولا عترة السبائية الذين قالوا بإمامة علي لهم النصيرية في سوريا، ولا عترة الإسماعيلية الذي توقفوا عند إسماعيل بن جعفر وقالوا به إماما وأسسوا دولة الفاطمية أو العبيدية الخبيثة، ولا عترة الوقفية الذين توقفوا عند موسى الكاظم وقالوا لم يمت ولم يؤمنوا بإمامة علي ابن موسى الرضا وسموا الوقفية؟ عندي كذا كذا عترة، عندي عترة خمسة وعترة واحد وعترة سبعة، لأنه هم قالوا الإسماعيلية سابعنا قائمنا. أي عترة نتبع يا قوم؟ أنتم تعلمون أنكم باطل من باطل من باطل. تعلمون أن مدرسة أهل البيت يعتقدون أن الإمام الثاني عشر الذي بشر به رسول الله الآن حي يرزق إلى أن يأذن الله له بالظهور. طب الآن المهدي لماذا هو هارب؟ هناك دولة كبيرة اسمها إيران، هناك دولة كبيرة اسمها العراق أصبحت تحكم من قبل الشيعة الآن، يعني أخرجوه لنا. لماذا غاب الإمام عليه السلام؟ الجواب: لأنه يخاف على نفسه القتل حسب ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. والله أنا عندي سؤال أهم من كل ده، يعني سؤال بديهي كده بيطرح، يعني عسكر بنو أمية ماتوا وعسكر العباسيين ماتوا والإمام إمامهم الحجة الذي غاب من أجل هذا يعني ما زال غائبا. قامت دولة البويهيين التي سيطرت على الدولة العباسية وكانت دولة قوية ولم يخرج الإمام. قامت دولة العبيديين المنسبة إلى عبيد الله بن سعيد محمد بن عبيد الله بن سعيد المهدي
الملقب بالمهدي، ذلك اليهودي من الشام الذي ذهب إلى شمال إفريقيا ونسب نفسه إلى يعني ستنا فاطمة الزهراء، وقام دولة العبيديين حكمت العالم الإسلامي 230 سنة ولم يخرج هذا الإمام. ثم قامت الدولة الصفوية وكانت دولة قوية التي شيعت إيران بالحديد والنار ولم يخرج الإمام. ثم قامت دولة الخامنائية السستانية في إيران والعراق والإمام المهدي في سامراء، فلماذا لم يخرج الإمام؟ لماذا لم يخرج وهناك دولة قوية في العراق مسيطر عليها من قبل الشيعة تساندها دولة إيران الصفوية؟ هذا سؤال بديهي يطرحه المشاهدون. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هل تعرف، هل تعرف إمامك؟ هاتوا لنا معصومكم إن كان موجودا له أثر في الوجود وله فتية وله دين ويعيد إلينا القرآن الذي أودعه إياه جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما قلتم، وهاته لنا واخد بالك نعينه ونقول له أنت إمامنا ومعصومنا وأنت من آل بيت علي ولا نطيع ولا نتبع غيرك. والقرآن الذي يتوارثه الأئمة الذي جمعه وعلي عليه السلام عند الإمام المهدي هو يظهر. يا أيها الشيعة في العالم، يعني طالبوا يعني آياتكم العظمى وحججكم دام ظلهم وقدس سرهم أن يذهب أحدهم سرا إلى سرداب سامراء يخرج لنا القرآن 17,000 آية ونطبعه في السعودية على نفقة يعني المملكة العربية السعودية، نطبعه في مصر على نفقة المصريين، نطبعه في الجزائر، نطبعه في قطر، نطبعه في البحرين، أخرجوه لنا حتى لا نموت ضالين رجاء رجاء رجاء. إن الإمام يعلم كل شيء في الوجود، يعلم الغيبة والشهادة. إذا كان يعلم الغيبة إذا مات منتحرا، يعني الإمام علي كان يعلم أن الملعون ابن ملجم لعنة الله عليه كان هيذبحه بالسيف، طب إذن لماذا لم يدافع عن نفسه وإلا مات منتحرا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن أيضا، وكذلك يقول الحسين شرب السم لما يقول أن الحسن شرب السم وأنه قد لا يعلم هذا وقد شرب السم إذا مات منتحرا يعني حاشا وكلا. طيب ما ينفهم القرآن إلا بالعترة قفلات هيك أفتهم يا سيدي أن غير المعصوم غاوي وضال. ربنا بيقول لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أنت خوفتني منه. خلاص يا عم أنا ممكن طبعر القرآن وأفهمه، يعني أنا طالب شاطر، أنا تلميذ شاطر في المدرسة، يقول لك لا مالكش دعوة لازم ده بالمعصوم. ثم الخليفة يجب أن يكون معصوم، يجب أن يكون الإمام معصوما، فإذا لم يكن معصوما يكون هو ظالم. أنا لم نفترض عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت قلت بعصمة شخص ثم أتيت في النهاية أبطلت القرآن والسنة والدين والتشريعات والفقه وأرجعتنا إلى الخميني، يعني ده ردا على كلامك، الخميني قال بتفخيز الرضيع، يبقى أبطلت دين محمد وإسلام محمد وأحلت الأمة إلى من يقول بتفخيز الرضيع. لك علي هو اللي جاب لنا الإسلام من أول ما خلق الله. ها يعني إزاي؟ من كنت مولاه فإن عليا مولاه، من هو البايع علي؟ محمد العظيم يبايع علي بن أبي طالب، بخن بخن يا علي، أول المبايعين محمد. عندك الإيرانية لما بيكونوا في الحرم بيصلوا يجي عند يعني نصف التحيات قبل أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد يضرب على فخذيه ويقول خان الأمين خان الأمين. الشيعة بيقولوا أن الرسالة كانت على علي بس أخطأ جبريل وأعطاها لمحمد. فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، أنها بنت رسول الله، البنت الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله. الله 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 الله، البنت الوحيدة تقول بناته الأخرى قل لا لم يثبت لم يثبت. أخرجوا حتى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأنكروا نسبتهم إلى النبي لأنهم حينما قاموا بتكفير الأئمة وعلى رأسهم عثمان بن عفان الذي تزوج بنتين من بنات النبي كانوا لا يفكرون في أن هذا الرجل الذي قاموا بتكفيره تزوج بنتين من بنات النبي وحصل وحاز هذا الشرف في الوقت الذي الإمام علي تزوج واحدة فقط. أخرجنا لهم دابة من الأرض، الروايات تقول رواية عن البيت دابة الأرض، أمير المؤمنين أمير المؤمنين دابة الأرض. نحن الآن في مسألة إطلاق لفظة دابة دابة على علي بن أبي طالب، هل يصح أن يطلق عليه دابة ورسول الله يطلق عليه دابة لأنه يدب على الأرض؟ قال لا، ما هي إلا خاصة بعلي،
نفس الوقت تفسيرها عندنا ان هناك دابة فعلا ستخرج في اخر الزمان حيوان. من علامات يوم القيامة الكبرى، اليس كذلك؟ حيوان لكن ليس عليه ولا غيره، دابة دابة فعلا، حيوان حقيقي يكلم الناس، وهنا الاعجاز. نعم ده في تفسير الآية. فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أما علي بن أبي طالب فهو يكلم الناس سواء في الرجعة أو في، هو ده سؤالي يعني يعني علي إنسان فليس هناك إعجاز في أن إذا خرج أو لم يخرج على عقيدتهم ودينهم، فهو طبيعي يكلم الناس ويكلم بشر وكان خليفة المسلمين يتكلم فهو بالضبط. لكن الآية هنا في إعجازية أن هناك دابة حيوان والحيوانات لا تتعامل مع البشر يكلم الناس، الإعجاز في التكليم، في التكليم بالضبط، في أن هناك حيوان ودابة كما قال بولا يكلم الناس. طب علي إنسان، ما هو وجه الإعجاز في أنه دابة الأرض حتى يشبهه الرسول بهذا التشبيه؟ وإنتوا الآن ارجعوا إلى كل القنوات اللي تضرب عمق التشيع، تضربه من أي بعد عزيزي، أنكم تقولون بماذا؟ بتحريف القرآن. وأنت ما تستطيع مولا، ما تستطيع، ماذا تفعل يعني للمحدث النوري؟ ماذا تفعل له؟ طب استغرب على نور الطبراسي اللي ألف كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. تخيل هذا الطبراسي الزنديق مدفون في المرقد المرتضوي الإيوان الثالث من المرقد الإمام علي بن أبي طالب عندهم في العراق، يعني بدل من يخرجوه ويقيموا عليه الحد لأنه أصدر كتابا قال أثبت فيه تحريف كتاب الله، لا ده بيكرموه. رواية ذلك فرج غصبناه، يعني يمكن أن نفهم الرواية هكذا على أنه هذا من قبيل الاستنكار، أنه ذلك فرج غصبناه، يعني إحنا غصبنا على هذا الفرج اللي تقولون أنه بالقوة يعني هذا تزوجها عمر. إمامنا عمر الخطاب أخذ أم كلثوم منكم كما قلتم وكذبتم على جعفر الصادق، اغتصب فرجها، وأنتم تقولون إن عليا الكرار، عليا الكرار، هو عندنا كرار لكنكم قلتم قرار ثم بعد ذلك أوقعتموه في التراب وقلتم إن الإمام عمر أخذ ابنته واغتصب فرج ابنته، يعني زي ما قال جعفر الصادق وكذبتم علي. عرفت إن دينك دين يهودي؟ أنتم شيعة إبليس. قلنا أين أنتم شيعة من؟ اليوم نثبت للعالم كله أنكم لستم شيعة الأئمة ولا شيعة بيت علي ولا شيعة آل محمد، إنكم شيعة إبليس يا أبالسة. نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان. يعني هل يعني يحتاج الناس إلى معصوم بعد وفاة النبي، لكن بعد ما غاب الإمام بتاعهم الناس لا تجد المعصوم ولا تحتاج إليه؟ أنتوا فاهمين الشيزوفرينيا اللي عايش فيها علماء الشيعة؟ فاهمين العوالم الافتراضية؟ فاهمين الضلال اللي عايشين فيه؟ يا محمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقت. الله 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 الله. طبعا الروايات دي حطها اليهود، يعني هذه الروايات يهودية لا شك فيها، يعني اليهود والفرس لا شك لأنهم يبغضون محمد وآله. إيه هذه روايات تسيء إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. النبي لم تسمح له الفرصة أن يبين كل الجزئيات والتفاصيل، النبي لم تسمح له الفرصة أن يبين كل الجزئيات والتفاصيل، هنالك تفاصيل ما سنحت الفرصة لكي يبينها النبي. فهنالك تفاصيل كثيرة الإمام هو الذي يبينها. الله 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 الله. طبعا كل هذا طعن في رسول الله وطعن في حفظ القرآن وطعن في يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وغير ذلك. هذا البعد الإيجابي في هذه السياسة التي وضعها رسول الله كانت هناك سلبيات تلازمها. من أهم هذه السلبيات أن كثيرا من المسلمين أو أن كثيرا ممن دخلوا إلى الإسلام لم يتمكن الإيمان من قلوبهم. كل ده وراح طالع منهم علماء عملوا دين اسمه دين الشيعة، الهدف منه هو إسقاط القرآن، إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالفشل في كل ما قال، في اختيار أصحابه، في اختيار زوجاته، في يعني أنه لم يبلغ كثير من الدين وترك الأمر لإمام معصوم وغير ذلك. عندنا مدرستان، مدرسة تقول بضرورة سب الأول والثاني والثالث ليلا ونهار، جهارا سرا وجهارا. قيل لعائشة أنه يسبون أبوك، قالت هذا ثواب إله. عائشة تقول هذا ثواب إله، عوفوا. يعني كلمة حق قال هذا الدجال. تجي أنت ليان أحمق أنت وما تعرف أن الضفدع مو هذا شيعي، شو أسوي لك أنا؟ طيب
يعني هذه الحلقة المفروض تحمل عنوان اضحك مع الشيعة، يعني كويس، يعني المفروض يعني هؤلاء لا عقول لهم، لا دين لهم، لا عقيدة لهم، يعني مجموعة من المدينين بالمال ويعني النساء وتنتهي القضية وهذا دينهم. يعني فالمفروض ان احنا في المرحلة القادمة انطلاقا من هذا النداء من على شاشة قناة صفا ان تنظم اسراب من الحيوانات الموالية للزيارات، يعني لزيارات الاماكن المكدسة بالنسبة لهم، يعني حتى يستقيم الامر. يعني احنا عندنا يعني ذئاب موالية غير موالية، عندنا سباع موالية، يعني المفروض ان احنا مثلا نجد يعني على مدار تاريخ الشيعة 1400 سنة اسراب من الذئاب، اسراب من الحمير، اسراب من الجمال، المفروض ان هي ياخدوها ويطوفوها حوالين هذه القبور حتى تكون يعني لها زيارة وتتمتع. الطينة، انتبه، الطينة التي خلق منها رسول الله طينة بايعت عليا واعلن واقرت بالولاية فقدر لها ان تكون طينة رسول الله. الله 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 الله، طينة. Oh my God. والله ثم والله لا علاقة لكم لا بالعترة ولا بآل البيت ولا بآل محمد، إنما علاقتكم برجال دين، رجال دين يعملون مع المخابرات العالمية لتدمير وهدم الإسلام وتشويه الإسلام والمسلمين ونشر الإرهاب في العالم، هو ده التشيع باختصار. Oh,